فيعلم قومي بأني الفتى ممكن تصرف فلوس كتير جدا وتعمل افلام ومسلسلات وتعمل مهرجانات وتجيب ناس تطبل لك وتقول انك احسن واحد في الدنيا، بس مش هتخلي حد يحبك. ممكن تعمل كل حاجه عشان تسترضي الناس، ترشيهم، تخدعهم، تسحرهم، بس ده مش معناه ان الناس برضو هتحبك. حب الناس حاجه من عند ربنا، حب الناس منه ومنحه ربنا سبحانه وتعالى بيرميها في قلوب عباده علشان يحبوا عباده التانيين. المصريين ترجموا الحالة دي في مثل، قال لك من حب ربه حبب فيه خلقه. علشان كده ممكن تجيب ناس تقول على ناس تانية إرهابيين ومجرمين وقتلة وحنقتلهم علشان ناخد القصاص. شوف يا سيدي، قبل ما تاخد المقطع ده وتروح تطلعه وتوظفه في حاجة مش في سياقه، أنا ما بقولكش هم مجرمين ولا مش مجرمين علشان هم ما تحكموش أصلاً، علشان مفيش نظام قضائي في مصر اصلا، علشان في واحد بيحكم اسمه قاضي بياخد امر انه يحكم بالاعدام على 600 و700 واحيانا 1200. ليه؟ علشان يدي احكام مرضعه للشعب، عشان يرضع، عشان يخوف الناس وبعد كده ينزل الاحكام دي او ينزل الاعداد. اللي بيعمل كده هو عندي مش عادل، اللي بيعمل كده في عين العدل مش عادل، اللي بيعمل كده هو أراجوز بيتم أمره وبينفذ الأوامر. علشان كده لو قالوا له احكم بالإعدام على 500 ولا 1000 زي ما يقولوا له احكم بالإعدام على 10 ولا 20 واحد. علشان كده هيفضل كل اللي ماتوا على أعواد مشانق السيسي أبرياء، لأنهم ما تحكموش محاكمات عادلة. ده ببساطة. طلعتوا إعلاميين يقولوا على بعد ما عملتوا الاختيار، عملتوا مسلسل الاختيار اللي طلع وقال ان اهل كرداسة موتوا وعذبوا. في موت حصل صحيح، وفي تمثيل حصل صحيح، وفي اجرام بحق الشرطة حصل بنرفضه وضده وبنلعن اللي عمله صحيح، بس اللي اتحاكم واللي اتحكم عليه بالقتل واللي اعدم بالفعل، انا مش واثق ان هو اللي عمل كده، مش واثق ان هو المجرم. لان الشهادات بتقول كانت بتيجي عربيات فيها عربويه يقولوا لهم خلوكوا بعيد احنا جايين ناخد حقنا عشان دول قتلوا اهالينا، وتعاملوا معاهم ومشيوا. فانت لبستها لاهالي كرداسه بس عشان انت ما عندكش بعد،
عشان انت ما بتفهمش في الناس، خليت طارق مع الناس اللي بيحبوهم اهالي كرداسة وعارفينهم، عماك حقدك وخلاك تعدم واحد عنده 81 سنة، وحاولت تمهد لده بالاختيار، حاولت تمهد بده بالاختيار، وبعد كده وبعد ما عدمت الناس استخدمت ادواتك الاعلامية عشان تطلع تقول انهم مجرمين، وكان استخدام للأسف مهين ومعيب وخارج حدود المهنية الإعلامية والإنسانية. كانوا بيقولوا مثلا زي السيدة لميس أو الأستاذ الزعيم الوطني أحمد موسى اللي كان بيحلل وبيشمت وشايف إن لازم نعدم كل حد أساء. بالسؤال هو مين قال لي إنه أساء؟ السؤال 81 سنة وقت الجريمة كان عنده 73 سنة، عمل إيه؟ حرض؟ أنتوا بتقولوا إنه حرض بالرغم من شهادات الناس؟ طب ما أحمد موسى حرض. إذا قلنا إنه حرض مع إن شهادات الناس بتقول ما كانش موجود وما قالش حاجة، أحمد موسى حرض وقال عايز أشوف دم. عموما تعالوا نشوف إزاي بعد ما أعدموا الناس مهدوا بالاختيار وبرروا وفرحوا وهللوا وكبروا بإعلامهم اللي بياخد أوامره من أشرف الخولي زي ما إحنا فاكرين. خلونا نذهب بقى لل بمناسبه بقى الارهاب، يعني تم الاعدام او تنفيذ حكم الاعدام في 9 من المتهمين من اصل 20 متهم في ودي حصلوا على احكام نهائيه بالاعدام في قضيه اقتحام مركز كرداسة. فاكرين قضية اقتحام مركز كرداسة اللي كانت في 2013 واللي افتكرناها تاني في مسلسل الاختيار واللي أدت إلى قتل المأمور ونائبه في كرداسة و12 ضابط وفرد شرطة في 14 أغسطس 2013. النهاردة نأخذ طرنا والقصاص العادل من جماعة الإخوان الإرهابية ومن الإخوان القتلة. النهاردة وورى حضراتكم الدليل اللي قال لك انتوا اعدمتوهم عشان عملوا ايه؟ ما كانوش سايلين سلاح، الار بي جي ده مش سلاح مش كده؟ اللي دخل الار بي جي ضرب الاسم والسلاح الالي اللي قدامكم كلاشنكوف. انا عايز بس شلول السرابه معلش، انا عايز بس صور اهم من الكلام. انا اوري بس الناس عشان من يتساءل هم الاخوان عملوا ايه في قسم كرداسه؟ ده اللي عملوه الاخوان في كرداسه، ولعوا بس الاسم بس ما عملوش حاجه ثانيه، واخدوا الابطال وكبيرهم كبير هذه العصابة إرهابي اسمه عبد الرحيم جبريل اللي يبكوا عليه النهاردة. الإرهابي ده عبد الرحيم جبريل اللي قال لك 80 سنة ده هو اللي أمر إنهم يقتلوا الشهداء. الإرهابي جبريل اللي أنتوا بتتكلموا عليه النهاردة، جبريل ده اللي أخد. طيب ده كلامهم وتبريرهم حتى وهم بيقولوا بيستشهدوا بالاختيار وبان اصل احنا عرضناه في الاختيار وشفناه في الاختيار وكان كل اللي جه في الاختيار المفروض احنا نصدقه، مع ان بالخلاف للي جه في الاختيار لما قالوا ان الست شربته ميه نار للضابط اللي كان بيموت، القاضي محمد شيرين فهمي قال ان ده ما حصلش، وقال ان دي روايه مفبركه وتهويل ملوش لازمه. طب لما بيتر ميمي وهاني سرحان ياخدوا روايه مفبركه وكلام ملوش لازمه ويبنوا عليه حدث درامي، انا اقدر اصدقكم في باقي الفيلم ازاي؟ ولا باقي المسرحيه ولا المسلسل ولا القصه ولا الحدوته؟ اقدر اصدقك ازاي وانت باني على روايات ضعيفه واللي بيكذبها هو القضاء بتاعك؟ عايز اقول لحضرتك حاجه بسيطه. الناس كده عامله زي السيف في الحرب. عايز تشوف قيمه الجيوش؟ شوفها حربت وانتصرت وحمت بلادها قد ايه؟ عايز تعرف قيمة الناس، قيمة الأفراد، شوفهم في مجتمعهم ناجحين ومحبوبين قد إيه. بيت الشعر بيقول إن السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين اللعب بين الجد واللعب. حب الناس هو برضو فيصل ومقياس، أوعى تهمله وأوعى تشوف الآلاف اللي طلعت تودع جسامين الناس للمقابر وتعمل نفسك مش واخد بالك. الناس دي لو مكروهة، الناس دي لو مجرمة، الناس دي لو قتلة، الناس دي لو ايديها فيها دم ما كانتش الناس هتتعاطف معاها بالشكل ده. وده مش مبرر بالمناسبة انك تعدمهم في شهر رمضان بالخلاف لكل عادات وتقاليد وثوابت وقوانين الدولة المصرية، عشان بس تبقى الامور واضحة.
حب الناس مش حاجة حد بيشتريها ولا حاجة حد بيعرف يفبركها. عايز تشوف الاختيار الحقيقي، الناس اختارت مين؟ الناس اختارت المظلوم، الناس اختارت المدني المحترم اللي كان واقف جنبهم، زي ما لو سبتهم هيختاروا برضو العسكري المحترم مش اللي بيفرض عليهم فرض علشان يقولوا هو بطل ولا يحبوه. سيب الناس تقرر، سيبوا الناس تقول، سيبوا الناس تعبر عن حبها. هي بتحب مين؟ اكيد هتلاقيهم بيحبوا العسكري الكويس والمدني الكويس، وبينبذوا المجرم او الظالم او الخاين اللي فرط في حاجات كتير سواء كان مدني او عسكري. تعالوا نشوف مظاهرة من اهل كرداسة وهم طالعين في الجنازات. الجنازات دي اللي هتشوفها دي منها اللي كان الساعة 3 بالليل، ومنها اللي كان ساعة الفجر، ومنها اللي كان الساعة 7 الصبح. والأعداد خرجت تودع أهلها، تودع أهل كرداسة، تودع الناس اللي هم عارفين أنه ماتوا ظلم. حتى لو أخوك وانت عارف أنه ظالم مش هتمشي في جنازته، ولكن انت عارف أنه مظلوم، علشان كده كنت مستني تلقي نظرة وداع حتى لو على نعشه قبل ما ينزل إلى مثواه الأخير في القبر اللي كلنا هنروحه في يوم من الأيام. تعالوا نشوف الاختيار الحقيقي اللي مش هتشوفه على قنوات عبد الفتاح السيسي، ولا هتشوف أحمد مكي ولا كريم عبد العزيز بيتكلموا عنه. اختيار الناس. ده الاختيار الحقيقي اللي اختاروا الناس، الناس اللي طلعت ما همهاش بقى ليل ولا نهار ولا صيام ولا سحور، طلعت علشان تودع الناس اللي امنوا انهم مظلومين، الناس اللي هم عارفين انهم مش مجرمين. والا كنت شفت مثلا جنازه بلا احد، هتقولي ليه ما منعهمش؟ سر صح؟ يعني سؤال كده ممكن تساله لنفسك، ليه سمحوا بالجنازات هنا بينما لم يسمحوا بها في مكان اخر؟
لانهم مش هيقدروا يقفوا قدام اهالي كرداسه ببساطه، لانهم عارفين ان اهالي كرداسه هيطلعوا، لانهم عارفين ان اهالي كرداسه ما بيسيبوش ناسهم الطيبين، وناس كرداسه ما بتسيبش اهلهم وكبارهم المحترمين اللي كانوا بيصلحوا واللي كانوا بيأمروا بالخير واللي كانوا بيسعوا بالخير بين الناس. حاولت اسال زيكم، ما اعرفش الناس عن قرب، حاولت اسال مين اهل كرداسه دول يا جماعه اللي تم اعدامهم، محدش قال فيهم كلمه وحشه، محدش قال عنهم حاجه تسيء ليهم، ولكن اللي اتقال كله يسيء للي اتهموهم واعدموهم للاسف. عشان كده لسه بالنادي بالعدل، عايزين قضاء عادل علشان نثق فيه، ونثق انه بيحقق العدل وبيخلي او بيخلي العدل هو السيد بين المصريين، وما حدش بعد كده يشك ولا حد يبقى متاكد حتى من ظلم البعض في مصر.